منتخبنا الوطني يعاود الظهور على ملاعب التدريب بجامعة قطر تحضيرا للقاء المنتظر أمام منتخب قيرغيزستان بعد غد الخميس الأستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس آسيا قطر 2023. أول شيء طبعاً المنتظر المباراة الجاية هو لازم نحن نحقق 3 نقاط، لازم نكون في قمة أدائنا، في قمة قتاليتنا، في قمة مستوانا، على أساس أن نحن أول شيء كلاعبين لازم نحن نفهم أن نحن لازم نفرح ونفرح الناس اللي جالسة تنتظر، لأن في النهاية كنا نمثل عمان سواء نحن كلاعبين أو الجهاز الفني أو الجهاز الإداري، الجميع في النهاية في شعب جالس ينتظر هذه الفرحة. فعسى الله يقدرنا إن شاء الله ونحقق النتيجة المرجوة إن شاء الله. المباريات الماضيات ممكن ان احنا نحتاج يعني نكون اكثر شراسه في الملعب، يحتاج ان احنا نستغل انصاف الفرص، لان مثل هذه المباريات ما تحتمل انك انت اليوم ضيع حتى نص فرصه، ونقلل مساله الاخطاء اللي نحن نرتكبها كلاعبين داخل ارضيه الملعب، وان شاء الله يكرمنا ان شاء الله تعالى في مباراه مع قرغستان ونتاهل باذن الله تعالى. الكل جاهز مستعد وحاسب المسؤوليه، مباراه مهمه ضد المنتخب القرغستاني، وان شاء الله باذن الله نقدم اداء ونتيجه، النتيجه في هذه المباراه مهمه، وتركيزنا لثلاث نقاط لا غير. نوعد الجماهير ان شاء الله راح نقدم مستوى طيب واداء، في النهايه نحن نحتاج 3 نقاط، وان شاء الله نوعدهم وراح نفرحهم باذن الله ان شاء الله في هذه المباراه باذن الله. وتخلل الحصه التدريبيه مجموعه من الجمل التكتيكيه على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث يسعى برانكو ايفانكوفيتش لإيجاد الحلول المناسبة خاصة على المستوى الهجومي في ظل التحدي الكبير الذي واجه المنتخب في هذا الجانب في المباراتين الماضيتين، وظهر اللاعبون بعزيمة ورغبة كبيرة في محو الصورة الباهتة التي ظهر عليها المنتخب في لقاء تايلاند، مؤكدين على أن الفرصة ما زالت موجودة شريطة تقديم كل ما لديهم في اللقاء القادم. يواصل منتخبنا الوطني تحضيراته للقاء الحاسم بعد غد الخميس أمام منتخب قيرغيزستان. المجموعة تدرك بأنه لا مجال للتفريط بأي نقطة لضمان العبور للدور القادم وإسعاد الجماهير العمانية التي تترقب خبرا سارا من رجال الأحمر. أحمد الكعبي من ملاعب جامعة قطر الدوحة.